السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير في احسن الاحوال وصحه جيده ان شاء الله. معكم ناديه من ناديه السيبو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم عراضه من عند صاحبتنا اختنا سعيده، كبرت بيا الله يكبر بيها، دارت لنا عراضه زوينه تبارك الله، واهم حاجه كل شيء بنين ولذيذ بزاف بزاف. غنشارك معكم كاع داكشي اللي صوبات، التاج المعمر، واحد الملوخيه جات بنينه 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 طيبه في الكوكوط مشرمله غزاله بزاف، حمقاتني انا، ودارت لينا طبيله ديال الحلويات هي غنبارطاجيها معكم، دارت لي سوربريز ديال الكيكه الله يكبر بها. المهم بقاو معايا باش تشوفوا لا فيديو من الاول حتى الاخر. تبارك الله على سعيده، الله يبارك فيك سيده ديالي، مرحبا بك عندنا. لا لا خطيت وجدت لينا الخطيبه ديال الكبده، شرمتيهم عادي؟ هذا فيهم شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، شويه ديال القزبريات، اها، وزيت زيت الرويا. الكمون، التحميره، القزبريات، وشي شويه ديال الزويته حتى كتبغي طيبهم بطبيعه الحال. وهنا راه كدير كتصاوب الصالاد، ها هي درت هذه بالروز، خلاصه المايس، وفيها طون، وخلاص المكور الصوص، ودرت هادو هكا على هاد الشكل. جاو زوينين باش كل واحد ياخذ الطبيطه ديالو. هي هذه تحطها هنايا. اوكي، شنو اخر سعيده؟ نمشي دابا غندير لكم الدجاج والزيتون بطبيعه الحال. ها هو، وهنا عندنا الدجاج تحمر. الدجاج هذا معمر سعيده ياك؟ باش عمرتيه اختي؟ مشرمل مشرمل، فيها قزبور، معزبور، ثومه. المهم هذا مشرمل دابا درتو غير باش يتحمر كي كتشوفوا، والخضره حتى هي الخضره. هنايا عندنا ديك المكور الصغير اللي شو صغار، ها هما. وهنايا فليفله مشويه بطيطه بازير، وعندنا هنايا الفلفله الصغيره حتى هي هي مشويه. وهنايا بغيتي نوريكم الملوخيه، هادو فليفلات حارين، هادي كتحارين، وكي درتي لها هذه ريحتها كتحمق. حتى هي درت لها صوص، درت لها قزبر ومعدنوس والثومه، اها، وواحد المعلقه ديال مطيشه ديال الحك، اها، وفليفلات وزيت بلديه. وسديتي عليها في الكوكو؟ لا سديت عليها، كنسد عليها واحد ربع ساعه صافي. كديري فيها كنز، اجي من هنا باش يسمعوك مزيان، عاودي مزيان شنو قلتي؟ قلت لك درت فيها القزبر والمعدنوس والثومه وشويه واحد المعلقه ديال مطيشه ديال الحك، اها، ودوك الفليفلات هادو فيها نص كاس ديال زيت البلديه، اها، وواحد نص كاس ديال الماء، وشديت عليها فوق ودرتي على العافيه مهيله. شوفي كي تعسلات جات غزاله الصراحه، بينك كتشي ريحتها حمقتني انا. المهم هي راه موجوده هنايا البلاطو باش غادي دير فيه الدجاج، وغادي تدور عليه الخضيره الطايبه وبيت السمان، وغادي نوريكم الدريساج الاخر اللي غادي تصاوب. عاد علينا اليوم وقلت نشارك معكم كل شيء، حيت ما كلتها صراحه بنينه. وتشوفوا الدجاج تحمر جا غزال صراحه كيشهي. جمعتي لورجيلات بالخيط والكوردون ديال صافي. دابا غادي نحطو كما قلت لكم، دارت بلاطو، حطات الملوخيه هكا في هاد لي بول هادو، وعاد تحط خطيره والدجاج. يلا توكلي على الله. كايشي هي سعيدة تبارك الله عليك، يعني كما ديما كما العادة. بعدا هو الدجاج كيجي مع داك الشيء الحار، واللي سلطة الحارين كيجي بنين بزاف، والهريسة داك الشيء الحار كيجي خطير. وراه قالت لي سعيده صورت لي كلشي لي زيطاب، صورت لي الفيديو كيفاش شرملات الدجاج وكلشي. معك تغنجي عندها صراحه بكري وما ما تفانيش الوقت باش نجي، ولكن راه حادقه صورت كلشي ياك سعيده. تريليت واحد البطيطه هنايا، وزيت البلديه، وداخله الشو ديال الشو، اها، هنايا دي خضيره مزلعه باش كل واحد توزلو ليهم الزيت البلديه، اها، والخل، اها، وشويه ديال الثومه، اها، صافي، وصوطيهم في الفران. تقدروا تصوطيه، اه، تقدري تفوريهم وتصوطيهم في المقله باش يحافظ
هادو البيضات ديال السمان نديرهم هنايا. ديكور وما يمكنش الدجاج بلا هريسه من طبيعه الحال، ضروري جا البلا غزال كيشهي. صافي وبصحه والراحه. طايب الدجاج جفتي تبارك الله غزال. انا ندوق عاوتاني نزيد نعطيكم الخبر، ولكن راه باين المعنى، باين المعنى. صافي هنا انا ضروري فين ما نمشي عند شي واحد ندخل الكوزينه نشوف اش كيدير ضروري وندير يدير شي حاجه. مهم كي كتشوفوا صافي هنا حطينا الطبيله. بالنسبه للدجاج باش نشرح لكم كيف صوبات الدجاج، شرملاته في الليل بالشرمونه قزبور معدنوس الثومه الحامض مصير الهريسه الخضراء الهريسه الحمراء الحار، شرملاته مزيان مزيان. والغد ليه شدت الفيغميسيل درتها في الماء ودرت معها شويه الكبده ودرت معها الهريسه والزيتون والشرموله بنفس الشرموله باش شرملات الدجاج. صافي شرملاتهم وحمراتهم مزيان ودرتهم في الفران يطيبوا حتى طابوا وشعلت عليهم التحمر وحمراتهم. مهم الدجاج غزال بزاف بزاف وبنين وخطير في واحد الريحه كتحمق. مهم هادشي كلشي جا زوين بزاف وجا فتي لواحد الدرجه ما كتصورش. ولا صالات كي كتشوفوا حطاتها وقطيبات ديال 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 الكبده مع الشحمه جاو بنان. وهنا مسكينه دارت لي سوربري جاب كيكه فيها انا ديال ستيبو الله يكبر بها، ديما كتكبر بينا سعيده شحال 10 ديال كدا و20 عام صاحبتنا واختنا اللي كنبغيوها بحال اختي الكبيره، هي اصلا صاحبت اختي الكبيره. وهنايا بطبيعه الحال القهوه اللي ما كنستغناش عليها، جلسنا دوزنا واحد نهير زوين معاها. الصراحه الجماعه مع الحباب والصحاب ما كاينش بحالها، ما كتعوض بحتى شي حاجه. كنقول لها شكرا شكرا من هذا الفيديو، ولهلي خطي الصحاب ولهلي خطي الحباب ولهلي خطيكم حتى نتوما كتابعوني وكتشجعوني. شكرا لكم بزاف بزاف. غتسمعوا الصداع ديال الوليدات، انا في دار عقوستي في ازرو الوليدات كثار تبارك الله الله يحفظهم. ايوا الصداع ديالهم ما تديوش عليه الا ديرونجاكم شي شويه. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم. ولا بغيتوا اي حاجه في لا فيديو باش ما ننساش درت لينا كلاص جا غزال نص بشوكولا ونص بالفاني بالشونتي وبكل شيء. الا بغيتوا اي حاجه في الفيديو قولوها ليا. سعيده قالت لي غير قولي ليا انا نصور معاك. حتى هي عزيز على هادشي ديال الطياب تبارك الله كطيب وقالت لي غير نقولي ليا ونوجد لك ونصور معاك ساهل كل شيء. كما قلت لكم عجبتكم اي حاجه قولوها ليا خليوا ليا تعليقكم ونقول لسعيده تصوبها معايا. انا حمقاتني الملوخيه البنات جات غزاله بزاف 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 وان شاء الله انا نتقاسمها معكم نديرها بطريقه ديالها ونتقاسمها معكم. والكلاص جابنين كل شيء جابنين وغزال. كنقول لكم شكرا بزاف بزاف على المتابعه والتتبع ديالكم ونتلقى فيكم فيديوهات اخرين. كاينين فيديوهات راني مسجلاهم غير كتعرفوا فاش كيكون الواحد عطله تيكون كيتنقل بزاف وكيسافر بزاف لهلا يخطي الحباب كما قلت لكم. ما كيكونش الوقت باش نمونطي الفيديو وفي نفس الوقت ما كنبغيش نسمح فيكم، ضروري كنضرب عليكم طليله ونبارطاجي معكم شي حاجه. مهم بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم والتتبع المتواصل ليا ودعمكم المتواصل والتشجيع المتواصل. كنشكركم بزاف 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 من قلب قلب قلبي لهلا يخطيكم. ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله، سواء تكون عراضه ولا كما قلت لكم راني مصوره دي فيديو ديال الكيك. الناس اللي متبعيني في الانستغرام كيشوفوا لي ستوري ديالي راه عارفين اش غادي نكون مصوره. اللي ما متبعنيش في الانستغرام يدخل يدير ناديه ستيبل نفس السميه ديال القناه في الانستغرام، تنحط لي ستوري يوميا فين ما مشيت داكشي اللي كنديرو. دابا حنا في عطله كنبارطاجي معكم كلشي كما كنت كنبارطاجي معكم كلشي من قبل فاش كنت في داري. شكرا لكم بزاف، خليت لكم راحه الله. فيديو قادم ان شاء الله، بسلام عليكم.